طب انا عايز اقول لك الموقف مختلف في امريكا ازاي. الديمقراطيين هنا بيمثلوا اليسار، واليسار يعني تقريبا اغلب الجامعات، مش كلها، اغلب الجامعات اليسار عامل فيها زي ايه الاخطبوط كده، واليسار متحد مع ما يسمى بالاقليات ومنهم الاخوان وما يمثلونه يعني الاسلام السياسي بالعربي. ومع ذلك بتلاقي الجامعات بتثور وفي قوانين بتطلع ضد فلسطين، زي القانون اللي الوافع عليه الكونجرس دلوقتي ان اي حد هيتكلم عن اباده اسرائيل او نطرح اسرائيل بحرا هيبقى ضد الساميه ويسجن. ما هي بقى الساميه؟ كويس قوي انك جيت هنا، سيبك بقى من الكلام الفاضي ده. قول. هو انا لما اتكلم انتوا بتوع حريه الراي والتعبير وتقول لي اللي يتكلم في حقوق الساميه؟ لا هو ما قالش حريه الراي والتعبير، هو ربطها، خليك بس عشان الموضوع ما يبقاش عام. هو ربطها بالذين ينادون. استاذ هاني اسمعني بس علشان الحوار يبقى صح. اسمعني بس. هو القانون اللي طالع اي حد هيطالب باباده اسرائيل وطرحها من النهر للارض او من البحر للنهر او ايا كان، طرحها بحرا كما في القديم على الاراضي الامريكيه سيحاكم بالسجن. هو ده القانون اللي هيصدر يعني، ملخصه يعني. طب يعني ده مش حجر على الاراء؟ لا مش حجر، لان لما بتطالب باباده وقتل ده مش حجر. ده اللي بيطالب باباده وقتل هو ده الارهاب، هم شايفين كده. احنا لا مش كده يعني. لا هم هو ده اللي حاصل في امريكا يا استاذ هاني، انا هو ده اللي واصل للناس هنا، واللي هيوصل للجامعات بعد شويه، واللي هيتقبض عليهم بسبب الغوغائيه اللي عاملينها اليسار مع التحالف مع الاسلام السياسي. هو الموضوع ارهاب، هو عايز يمنع الارهاب، فممكن يدوس على بعض الحقيات لحريه الراي على اساس انه يوصل انه يمنع ارهاب. معلش، هو موضوع معاداه الساميه ده اللي طلع سنه 48 ده لما هتلر روقهم، واخد بالك ازاي؟ ده قانون ضد حقوق الانسان وضد حريه التعبير. معاداه الساميه ضد حقوق الانسان؟ يعني المطالبه باباده طبعا. شعب وطرحه بحرا وموته ده مع حقوق الانسان؟ استاذ هاني، ما هو ده اللي بيتناقش دلوقتي، علشان الشعب العربي مش فاهم معاداه الساميه يعني ايه؟ معاداه الساميه هي الطلب باباده الشعب الاسرائيلي، هو ضد حقوق الانسان، ضد المجتمع الدولي. وإبادة الشعب الفلسطيني دي يعني ما قالش إبادة حلوة حضرتك يعني. عندك الفرصة ترفع، وعشان كده مصر انضمت، وبنقول إن إبادة الشعب الفلسطيني هي على قدم وساق، نفس الحكاية مع إبادة الشعب الإسرائيلي. أيوه أنا أطالب يعني الناس اللي بتتكلم تتحبس، والناس اللي بتعمل فعلا وتموت الناس ما قالتش يعني، هي بالقول ولا بالفعل يا باشا؟ بالفعل. بكلام مش عندك المحكمة الدولية وعندك الأمم المتحدة وعندك مجلس الأمن وعندك جامعة الدول العربية، واشتغل يا معلم. كل ده يا باشا ما طيب انت اللي مش بتستعمل اوراقك، الخطأ عندك انت. هم بيستعملوا اوراقهم كويس قوي. انا مش ضدك يا استاذ هاني، انا عايز انقذ الشعب الفلسطيني، لكن اسرائيل بتاخد على الارض مكاسب رهيبة. ايه اوراقهم اللي هم بيستعملوها كويس قوي؟ قول لي ايه وضع اسرائيل كويس قوي؟ ده انتوا اتشوهت اسرائيل في وسط العالم يا راجل. اتشوهت ايه يعني؟ بس انت يعني بلد، انت فاكر ان شويه الطلبه دول هم اللي شوهوا الاسرائيليين؟ انت مش واخد بالك يا استاذ هاني، هنا بيأيدوا اسرائيل. انا اللي مش واخد بالي ولا انت اللي يعني الفكره متبلوره عندكم في استاذ هاني؟ الاعلام الاعلام الامريكي الكندي الاسترالي الانجليزي الفرنسي غالبا في ايد اليهود، فبعد كده اي حوار عربي ممكن يتهم بالعنصريه وبالارهاب، خلي بالك. فانا مش بقول لك كده عشان بهدد او بقول واقع زي ما بتقول، الواقع بيقول. فانا بقول لك الواقع الاعلام الاسرائيلي الاسترالي والكلام كلها واحده واحده تبع الانجليزي. لا مش واحده واحده، الاعلام غالبا في كل مكان اليهود شاطرين جدا انهم يتوصلوا الى القيادات الاعلاميه. لو شاطرين كانوا انهوا مشكلتهم،
لو شايفين كانوا بص المشكلات الديمقراطيه دي حاجه ثانيه صورتهم في العالم. بص يا استاذ هاني المشكلات الديمقراطيه موجوده في امريكا وموجوده في اسرائيل وموجوده في فرنسا وموجوده في انجلترا وموجوده في كل العالم مشكلات الديمقراطيه، لكن مش هتنزلوا على النظام الديمقراطي علشان عنده مشاكل.